يعني في ظل إعلانكم لهذا الفائض الكبير وهذه الميزانية المباركة في وسط هذه الأزمات الاقتصادية اللي يعيش فيها كل العالم، يعني هل سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل سيتم دعم بعض السلع الأساسية في العام 2022؟ وشكرا لكم معالي الوزير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. تحدثت عن الموضوع هذا أنا سابقا، وتحدثت عنه في ميزانية العام الماضي، وذكرت أنه التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في الضريبة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية. وللتذكير العجوزات اللي حصلت في عام 2020 295 مليار، في عام 2021 85 مليار تقريبا، عندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي ولا جزء من العجز اللي صار والسحوبات اللي صارت والدين اللي اضطرت الحكومة أن تقترضه لتغطية العجز في الميزانية والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. لكن أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة بإذن الله تعالى عندما تتحسن الأوضاع المالية. حاليا الفوائض من المهم جدا استخدامها لدعم الاحتياطيات الحكومية. الجائحة ما زالت قائمة، نرغب أن نتأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أزمات مالية مستقبلية. هذه سياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية مثل ما شاهدنا خلال السنتين الماضية. شكرا جزيلا للجميع.